الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي أن عام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات في العاصمة بغداد لبعض المناطق السكنية والتجارية قد يتجاوز مثيلها في دبي ولندن، وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الأحيان إلى 10,000 دولار. وقال المركز في بيان إن هذا الارتفاع يؤشر إلى استشعارات أن هناك تبييض أموال أو تضارب في أسعار العقارات بعد تضييق الخناق على عمليات التحويل المالي الخارجي. ودعا المركز الحكومة إلى القيام بعملية تغيير قانون تداول الأملاك العقارية على مستوى رأس المال وليس المبالغ التي تباع وتشترى في نفس السنة أو في أوقات متقاربة. ضمن سياسة تبادل الاتهامات، قال النائب مصطفى سند إن حجم الديون الداخلية والخارجية المستحقة على البلاد في ازدياد، في إشارة لفشل الورقة البيضاء التي أطلقها الكاظمي للإصلاح الاقتصادي في العراق. وأضاف النائب سند أن الديون الداخلية للعراق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي من 37 تريليون دينار إلى 68 تريليون دينار، في وقت ارتفعت كمية النقد المطبوع خلال نفس المدة من 57 تريليون دينار إلى 78 تريليون دينار عراقي. أعلنت وزارة الكهرباء في بغداد تسديد فواتير الغاز المورد من إيران إلى العراق لسنة عام 2021، وأضافت الوزارة أنها لا تعتزم تصفية مستحقات طهران المالية لديها بالكامل، وأن ما تناقلته وكالات الأنباء بهذا الشأن غير صحيح، إذ أن الوزارة سددت فعليا فواتير الغاز المورد أو المجهز من إيران لسنة 2021 عدا شهر كانون الأول. وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها في عشر سنوات خلال عام 2021، مرتفعة بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق. وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، خفض مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة بشكل طفيف الشهر الماضي، ومع ذلك فإن المؤشر كان عند مستوى 133 نقطة الشهر الماضي، أي لا يزال قريبا من المستوى القياسي المسجل في شهر شباط عام 2021 عند 137 نقطة. وتقول فاو إن التكلفة المرتفعة للمدخلات وجائحة كورونا والظروف المناخية لا تترك مجالا كبيرا للتفاؤل بشأن العودة إلى السوق الأكثر استقرارا حتى في عام 2022. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.